السلام عليكم، مرحبا بكم في محل الشهيوات السبائي، فرع التخاتوغ السبائي. كاين في الرويضات قدام كليه اللغه العربيه. احنا من بعد الازمه اللي دازت ديال كورونا كقطاع حفلات تضررنا من الازمه، تضررنا من الاغلاق، وفكرنا في حل ثاني الا وهو نقوموا بفتح سناك مطعم مختص فاست فود ايكوتي تخاتوغ. الحمد لله محترمين المعايير ديال السلامة الصحية في ظروف الجائحة، منها الكمامات الستاف ديالنا، المسائل ديال التعقيم، التباعد. عندنا الحمد لله محل متسع، عندنا انتغاس الفوق. بالنسبة الحمد لله اللي عاوننا أكثر هو الفتح ديال 11 الليل اللي تاني التمديد ديال فترة العمل. كما تنعرفوا مدينة مراكش من المدن اللي تتعرف حرارة مرتفعة، السكينة كلهم ما تيخرجوا حتى العشية، تيخرجوا وليداتهم ويخرجوا. الحمد لله هذه بادرة اللي غادي تعاوننا إن شاء الله، وهادي نحاولوا نغطيو بها شوية ديال المصاريف والمسائل اللي كانت عندنا في جائحة كورونا. وحنا الحمد لله فاتحين محل بمعايير جيدة وبأثمنة جد جد مناسبة اللي تنحفزوا فيها الناس أنهم يجيو ويزورونا ويدقوا الأطباق ديالنا، اللي الحمد لله جاو عندنا اليوم ناس اللي ذاقوا الحمد لله وعجبهم المنتوج وعجبهم كل شيء. مرحبا بكم وتحية للناس ديال الصحافة وشكرا. مش تفعلوا الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.